صباح الخير. فيتامين ألف أو فيتامين إيه؟ اتكلمنا في الحلقة الأولى عن مصادر فيتامين ألف. طب إيه بقى المشاكل بتاعة فيتامين في ألف؟ الجسم كله، وإيه أعراض نقصه، وإيه الأمراض المهمة جدا اللي الناس لازم فيها تاخد فيتامين ألف. هتعرفوا الحلقة دي مثلا إن فيتامين ألف ده أساسي للأطفال الرضع، أساسي للأم الحامل والمرضعات، أساسي ومفيد جدا لمرضى السرطان ومرضى الحصبة وحاجات كتيرة جدا. لو الموضوع ده يهمك ويهم حضرتك، تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبالي، قناة طب وتنمية بشرية. لو حضراتكم بتشرفوني لأول مرة، في زر أحمر تحت كده اسمه اشتراك في القناة، لو انتم مهتمين بالمعلومات الطبية كل صدق لتوصيل المعلومة الطبية بطريقة بسيطة وسهلة، اشتركوا معنا في القناة ومستني أسئلتكم وأي استفسار تحت أمركم مجانا تماما. ندخل في الموضوع وهو الحلقة التانية من فيتامين ألف. اتكلمنا في الحلقة الأولى بالتفصيل، واللي ما شافهاش هيظهر دلوقتي الرابط بتاعها، ممكن تشوفوه او في اخر الفيديو، عن مصادر فيتامين الف الغذائية في كل انواع الغذاء اللي تخطر على بالكم واللي سمعتوا عنها قبل كده او اللي ما سمعتوش عنها قبل كده. وتكلمنا عن انواع فيتامين الف، وتكلمنا كمان عن هو تأثيره ايه في الجسم، من حيث زيادة المناعة، من حيث انه مفيد جدا للعين ومفيد لكل الاغشية المخاطية تقريبا لكل خلايا الجسم، شاملة المعدة والرئة وكل اللي قلناه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. الحلقة دي بقى هنتكلم عن اعراض نقص فيتامين الف واحتياجنا ايه يا جماعة من فيتامين الف. لو تابعتوا معايا الحلقة لغاية الاخر هتعرفوا ان في اعراض كثيرة جدا بنصاب بيها من نقص فيتامين الف. النسبة اللي محتاجها الجسم طبقا لمنظمة اسمها دايتري ريفرنس انتيكس، دايتري ريفرنس انتيك دي منظمة امريكية لمجلس الغذاء والتغذية الزراعية، دي قالت ان الانسان بيحتاج يا جماعة لسبعة من عشرة مايكرو مولوكيول لكل لتر، حاجة صغيرة خالص، مايكرو مول، او بمعنى بلدي كده 20 مايكرو جرام، 20 مايكرو جرام لكل ديسي لتر. 20 مايكرو جرام تعرفين يعني الجرام في 1000 مايكرو جرام، يعني حاجة صغيرة. ومع ذلك في ناس بتعاني من نقص فيتامين ألف بالذات في الدول النامية، وهنعرف دلوقتي. قسموا بقى الاحتياج يختلف، طبعا الحامل تحتاج أكتر، المرضعة تحتاج أكتر، الست تحتاج أكتر من الراجل، السن الصغير بيحتاج فيتامين أكتر من الكبير، الرضع بيحتاجوا اكتر ناس، وهكذا وهكذا وهكذا، حسب بقى الامراض اللي عند الناس وحسب المشاكل اللي عندهم. يعني مثلا مريض السكر بيحتاج اكتر من مش مريض السكر. فيتامين ألف بقى نرجع للسؤال، هو موجود فين؟ زي ما قلنا فيتامين ألف المباشر موجود في الكبدة، في زيت السمك، في زيت كبد الحوت بنسبة كبيرة، موجود كمان في اللبن وده مهم جدا للرضع، موجود في البيض بالذات في صفار البيض، علشان كده بنقول ادوا الطفل، خلي بالكم موجود فيتامين ألف كده باختصار كده، موجود حاجة ملونة، صفار البيض فيه فيتامين ألف، الشوفان، الحبوب عموما فيها فيتامين ألف، بالذات الحبوب اللي احنا بنستخدمها في السيريالز والحاجات دي، دي فيها فيتامين ألف، موجود في بعض الزيوت النباتية وفي معظم الفواكه، قلنا في التفاح انه غني جدا بفيتامين ألف. في امريكا واوروبا نادر جدا من الانسان يحصل عنده نقص فيتامين ألف، ليه؟ لانه بيرضعه الطفل صح وبيدوله كفايته جدا من اللبن. في الدول الفقيره وفي افريقيا وجدت منظمه الصحه العالميه ان 190 مليون طفل في العالم بيعانوا من نقص فيتامين ألف، وده خطر جدا بقى الاطفال بالذات في الدول اللي هي ما بترضعش الطفل كويس، او لو الام حتى في الدول المتقدمه عندها مشاكل ما بتديهوش صدرها او بتديله لبن بس نقص فيه فيتامين ألف، والطفل بيجيله اسهال، بيجيله اعراض اكثر شيوعا، بالذات اكثر مشكله طبعا انتوا سمعتوا عنها قبل كده انه عدد قوه الابصار ليلا، كل ما الدنيا تليل كل ما يقل قوه الابصار بتاعته، ومن ضمن العلامات برضو الواضحه لينا كاطباء بالذات في الرضع جفاف الملتحمه يا جماعه، لو الملتحمه ابتدت تدوب او تبقى ناشفه ده بنسميه احنا في بالانجليزي زيرو فثالميا، زيرو مش زيرو اللي هو زيرو يعني ده زيرو كلمه لاتينيه يعني قله الرؤيه، ودي بتحصل اكثر في الاطفال. ايه الفئات المعرضه اكتر لنقص فيتامين الف؟ الاطفال الرضع اللي مش بيشربوا لبن كتير طبعا، وده بيقلل تركيز الريتينول في البلازما وتبقى نسبه منخفضه طول السنه وبالذات سنه لخمس سنين.
والاطفال دول بالذات بيتعرضوا بمشاكل في العين وفي الرئه وفي الجهاز العصبي عموما. كمان السيدات اللي هم بيرضعوا وهم عندهم مشاكل في منطقه الرضاعه، يعني عندها سرطان ثدي مثلا، ده هيبقى كميه فيتامين الف قليله، مش هتدي الطفل صدرها، ده هياثر على الطفل، ممكن ياثر على الست نفسها. لذلك الحوامل والمرضعات لازم يديهم مده فيتامين الف كبيره لانهم محتاجين اكتر، وياكلوا بقى كبده والكلام ده، وانتوا عارفين الكلام ده طبعا ستات بيوت عارفين اغلبنا كده. كمان في مرض اسمه السيستيك فايبروزيس. السيستيك فايبروزيس ده اللي هو التليف الكيسي، وده بيحصل في البنكرياس وفي معظم الجهاز الهضمي. لو الانسان عنده الكلام ده بتبقى نسبه البيتا كاروتين في الجسم قليله. هنيجي لثلاث حاجات بقى مهمه جدا في اخر الفيديو، الناس محتاجه فيتامين الف اكتر من الناس التانيه. نمره واحد السرطان، حمايه من السرطان، او واحد جاله سرطان قبل كده وتعالج منه، او واحد حاليا عنده سرطان، فيتامين الف ممكن يساعده لانه بيشتغل على تكوين الخليه، بيرجع الخليه لطبيعتها. ووجدوا في دراسه بقى انه سرطان الرئه حتى مع المدخنين لو بياخدوا فيتامين الف بنسبه كويسه ما بيجيلهمش، مع وممكن غير المدخنين يجيلهم لو بياخدوش فيتامين الف بنسبه كويسه. نقص فيتامين الف ده خطر جدا، لان هو اللي بيشتغل بيخلي الخليه تبقى طبيعيه. نمرة اتنين او المرض التاني مرتبط بالعين، الضمور البقعي. طبعا احنا ما اتكلمناش كتير في الفيديو عن العين لان الموضوع معروف. عايز اقول لكم باختصار ان فيتامين الف سواء جاهز او البيتا كاروتين، العين كلها محتاجاه، من اول الملتحمه، القرنيه، العدسه، الشبكيه، كل حاجه في العين، لان العين دي معقده جدا بتعتمد اعتماد اساسي على فيتامين الف. علشان كده الضمور البقعي المرتبط بالعمر او ضعف البصر، او انتوا عارفين زمان كنا بنقول زمان في سته ابتدائي ضعف الابصار ليلا يسببه نقص فيتامين الف، او حتى حبايبنا واخواتنا اللي في افريقيا بتلاحظوا لما في انيميا وفي جفاف تلاقي ان هما بالليل ايه بيبقى عندهم مشكله في الرؤيه. دي كلام علمي، نقص فيتامين الف. بالنسبه للميزلز الحصبه، من اكتر اسباب الوفاه الاطفال في العالم الحصبه. والحصبه لو الطفل عنده نقص فيتامين الف بالذات في افريقيا الداخليه كده وسط افريقيا، ده طبقا لمنظمه الصحه العالميه بتموت اطفال كتير جدا. ليه بقى؟ لانه هو اصلا بيزود المناعه، فلو حصلت حصبه المناعه بتقل قوي، بيحصل التهاب رئوي. الكلام اللي اتقال على الحصبه زمان ممكن نقول دلوقتي على الكورونا. لو المناعه قويه محتاجين فيتامين الف عشان تقوى، حتى الواحد لو جاله دور كورونا ما يجيلوش التهاب رئوي. دي كانت فكره عن فيتامين الف وفوائد واضرار ورد فعل الجسم لو كانش فيه نسبه، ومين اللي محتاج نسبه، مين اللي محتاج نسبه احسن من فيتامين الف. استنى اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.